لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر لذا هد هذا الجبل وتساوى بالأرض. الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها. وميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي لديه طموح رائع، مثقف متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط أن نضع الرؤية ونعمل عليها. الشباب بلا شك هم أهم روافد هذه الرؤية وتحقيقها. يتعدى